الخير على حضراتكم واهلا بكم اعزائي الحلقه الجديده من برنامج مصر جميله. يا رب دايما تفضل مصر بلدنا بخير وسلام وسعاده، ودايما يا رب في تقدم لقدام، ويا رب يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رب في كل الايام الماضيه واللي جايه باذن الله. ونحاول بقى باختصار كده نحاول ان احنا هنتعايش، يبقى عندنا ثقافه التعايش. انا يمكن قبل ما اطلع على الهواء مع الزملاء والاصدقاء، يمكن لو حاولنا نجيب الكاميرا علشان تشوفوا اصدقائنا من المصورين ومن المخرجين والمعدين، كلنا اخدين كافه احتياطاتنا المهمه جدا لحياتنا ولحياه الناس اللي احنا هنرجع لهم واللي احنا بنحبهم واللي احنا عايشين معاهم. فكره التعايش والثقافه وانه نكون احنا مع بعض، فكرة انه خلاص انا مش هنزل من البيت غير بالكمامة بتاعتي، غير بالمطهر بتاعي، الجوانتي، الكلام ده كله ده كلام مهم جدا. اصبح النهاردة مش يعني ممكن يكون في عبء شوية على ان انا هفتكر ان انا هستخدمها، ان هي بتضايقني وانا قاعد، انا يمكن عشان قاعد لوحدي مش لابس الكمامة يعني، لكن برضو مضطر ان انا اتكلم مع حضراتكم عشان اقدر اوصل لكم حتى اللي احنا عايزين نقوله ونوصله ازاي. كمان الجزء الاهم والافضل في هذا الموضوع انه في متابعات للحالات قويه جدا، بنشوف وبنتابع، اعتقد انه عدم الاختلاط، اعتقد كمان انه الالتزام الكامل مننا، بقى في ناس النهارده اقدر اقول لحضراتكم ما بقوش ينزلوا من بيتهم بالمره، اذا كان نازل رايح مشوار معين، رايح مكان معين، خلاص الموضوع بالنسبه له بقى التزام وحظر، هو اللي عامل الحظر لنفسه يعني. الناس دي بقت كتير الحمد لله، وده احنا بنشوفه في الناس اللي حوالينا. خلونا نحافظ، لانه زي ما سمعنا من المسؤولين عن هذه الجائحة ومن السيد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عوض تاج الدين، واتكلم وقال ان احنا الاسبوعين القادمين دول او الاسبوع القادم كمان بالاضافة للاسبوع دوت احنا بنرتفع في هذه الحالات. ربنا يكتب سلامة حضراتكم واتمنى لحضراتكم الصحة والسلامة. ما تزوش مننا، اسمعوا كويس جدا، عندنا جديد كل يوم في هذا الموضوع، مش عندنا احنا بس جديد في العلم، جديد حتى في الناس، جديد في الاجراءات اللي بتتاخد، كل ده مهم جدا ان احنا نسمعه وننصت ليه، لانه ده بالتأكيد في الاخر هيوصلنا لان احنا نتجنب هذه العواقب. كلمة قالها لي احد يعني الناس العاديين جدا ومن الاصدقاء وبيتكلم، من الافضل انك انت تبقى قاعد في بيتك وسط اولادك افضل من انك انت تكون قاعد في سرير على رعاية، ويا رب دايما ده ما يحصلش ابدا لحضراتكم، واتمنى لحضراتكم دايما السلامة، وبصبح عليكم في مصر بلدنا الجميلة. النهاردة عندنا هنتكلم على موضوعين، طبعا هنتكلم على المستجدات على هذا الفيروس، هنتكلم على ازاي هنتعايش معاه، هنتكلم على جزء مهم جدا انه بشوف برضو وبسمع، وانا واحد من الناس الحقيقة، الحالة النفسية بتاعتنا بقت في البيوت عاملة ازاي، بقينا قاعدين متضايقين، طب الموضوع ده هيطول، طب امتى يحصل انفراجة، طب هل الدولة هتفتح ولا لا، كل دي اسئلة الحقيقة كل البيوت بتتكلم فيها. طب ما تيجوا نحاول ده بقى ان احنا نتعايش مع الموقف، تعالوا نحس ان احنا نحط خطط جديدة، نحط افكار جديدة نتعامل فيها، نكلم بعض على مواقع التواصل الاجتماعي، نحط افكار، واحنا في الافكار يعني محدش بيسبقنا ابدا، يعني ممكن نخترع حاجات حلوه قوي ان احنا نتعايش بيها ونتعامل بيها لغايه لما ربنا يرفع هذا الوباء عننا. فده بالتاكيد هيكون حوار مهم، وهنشوف مستجدات هذا الفيروس مع حضراتكم، وهيكون ضيفتي في هذه الفقره الكاتبه الصحفيه الاستاذه امال حنفي، واعتقد كمان انه هيكون في كلام مهم جدا عن مستجدات كورونا، وهنتكلم كمان على جزء مهم جدا، هل هيتم فتح بعد فترة الحظر اللي اتكلم فيها السيد رئيس مجلس الوزراء ال 15 يوم دول، وايه اللي هيتم، طب الكافيهات بقى والحياة الطبيعية بتاعتنا، احنا شفنا بلد زي ايطاليا زي هولندا، البلاد دي فتحت فعلا الكافيهات والناس بقت بتاخد حذرها جدا من الايه، من الجزئية دي. ده يمكن هيكون كلامنا في احد الفقرات. الفقرة التانية طبعا هيكون ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور عباس الزعفراني، أستاذ تخطيط العمراني وعميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة السابق، وبالتأكيد هيكون لنا حوار مهم جدا على ماذا في تراثنا، بمعنى أنه في التخطيط العمراني الجديد، بمعنى أن احنا بنشوف مجموعة من الإصلاحات المهمة جدا للعين. هتستغربوا أو هتسألوني يعني إيه؟
انت وانت ماشي لما بتشوف مبنى جميل ده بيريحك، بيريحك نفسيا وبيريح عينك. مجموعه العشوائيات اللي احنا عشنا فيها لفترات طويله جدا وبنتكلم عليها وبنشوفها، الحمد لله ومن فضل الله بقى عندنا قياده واعيه قدرت ان هي تقضي على جزء كبير جدا من هذه العشوائيات. وفي خطط كمان مهمه جدا لاصلاح القاهره وعودتها القاهره الخديويه. طب احنا مركزين في المنطقه دي، طيب فين بقى من جنوب سيناء لما نيجي نتكلم عنها؟ فين من اماكننا السياحيه؟ موجود الحمد لله اثار كتيره جدا وتراث كتير جدا في كل الحقيقه شبر في ارض مصر. يكون حوارنا مفتوح مع الاستاذ دكتور عباس الزعفراني، وهنتكلم طبعا على الاديره الموجوده في جنوب سيناء، وهنتكلم على المزارات اللي ممكن حضراتكم ان شاء الله لما يعني باذن الله قريبا تتفتح الحياه ونرجع بقى ونروح المصيف تاني نقدر نزور بالمره، ما نروحش بس سياحه شاطئيه، لا كمان يكون عندنا سياحه ثقافيه. بعد الفاصل ان شاء الله التقي بحضراتكم وفقرتنا الاولى والدكتور عباس وحديث مطول عن التراث المصري في كل جوانب مصر. ابقوا معنا من فضلكم. 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 1 اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون. 2 تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة. 3 غطي أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي. 4 تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة. 5 ابتعد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان. 6 التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال. 7 إذا أصبت بضيق تنفس أو حمى أو سعال اتصل بالخط الساخن 105 أو 15-335. 8 تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه إصابتها. 9 تناول طعاما مقوي للمناعة. 10 لمزيد من المعلومات والاستفسار على رقم الخط الساخن 105 أو 15-335-5 لمتابعة المعلومات والاستفسار عن الفيروس. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب كبير أطباء جراحة التجميل استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.